انت تختار تفتح كونت في البنك الشعبي، ما اخذته لا حركت عن بالك؟ نعرف عنك تختار، خصوصا انه مجاني ولا تنفع انه اي رسوم. راعي لخدمه بنكي من البنك الشعبي، حساب مجاني وبنك متناقض رافد وفيدك، تقدر تعدل به ياسر من الامور ومسهل عليك ياسر من معاملاتك. عليك الا تحمل تطبيق بنكي من جوجل بلاي ولا اب ستور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين. توصلت المصالح الفنية بوزارة الصحة من تشخيص حالة جديدة من مرض كورونا فيروس 19 هنا في نواكشوط، وهي أجنبية تبلغ من العمر 68 سنة، وقد تم تحويلها إلى مقر الحجز حيث تتلقى العلاجات الضرورية. وقد أطلقت الوزارة عملية البحث عن مخالطها لفحصهم واتخاذ الإجراءات الضرورية اتجاههم. وإننا بهذه المناسبة نؤكد لكافة المواطنين أن الحكومة عاكفة على تعزيز الرقابة الوبائية في جميع المنشآت الصحية وجميع المدن والقرى على امتداد التراب الوطني. كما ندعو كافة المواطنين الامتثال لكل إجراءات السلامة من تباعد اجتماعي وتكرار لغسل الأيدي بالماء والصابون والإبلاغ عن كل حالة حمى مع سعال إلى أقرب مركز صحي أو إلى الرقم الأخضر 1155.